من الواضح بأن اتفاقية السياحة والطيران بين الإمارات وإسرائيل هي الأسرع تطبيقاً على الأرض. من المتوقع أن يصل نحو 50,000 إسرائيلي إلى دبي وحدها في الأسابيع المقبلة، على متن نحو 300 رحلة تجارية، وذلك بعد أن انضمت كبرى الشركات الرسمية الإسرائيلية إل عال إلى هذه الرحلات. مكان جميل، نريد رؤية الهندسة والغنى على أرض الواقع. أولى رحلات إل عال حطت في مطار دبي بعد 3 ساعات من الطيران، وهي ستكون الأولى في إطار 4 رحلات يومية ستأتي إلى دبي في خلال شهر ديسمبر على الأقل. أفكر بزيارة ثانية، سأرى كيف تسير الأمور خلال الأسبوع لأن المكان مثير جدا للاهتمام. القطار الجوي إنجاز التعبير سيستمر بين تل أبيب ودبي في الأسابيع المقبلة، ويبدو لافتا على الرغم من أوضاع كورونا في إسرائيل التي أعلنت معظم دول العالم مناطق حمراء بالإضافة إلى التحذيرات الأمنية الموجهة لسفر الإسرائيليين، مع ذلك عشرات الآلاف منهم سيصلون إلى دبي في الأسابيع المقبلة. زياد حلبي، الحدث، دبي.